يعطيكم العافية يا جماعة. اليوم نكمل الحلقة الثالثة من الـ Safeguarding Information Resources. المحاضرات اللي طافت مثل ما قلت لكم كانت شوية طويلة، خصوصا موضوع السكيورتي يعني، فنكمل الحلقة الثالثة منها. خلص اليوم مرة واحدة، تمام؟ أتمنى يعني. طيب نكمل اللي هي عملية الانكريبشن، بالإضافة إلى التكنولوجيات السابقة اللي تكلمنا فيهم، انكريبشن هي عملية التشفير. واضح أن البيانات لما تنتقل من الكلاينت إلى سيرفر أو العكس على الشبكة أو على حتى على الشبكة المحلية أو الإنترنت، تقنية تستخدم اسمها تقنية الانكريبشن. آسف مرة ثانية راحت. تمام، الانكريبشن هي عملية تشفير، وهذه عمليات التشفير أيضا هي عمليات معقدة. كانت في السابق عملية يعني معادلات التشفير، شلون ناخذ نشفر الكود أو نشفر الأحرف، كانت بسيطة، ومع الأبحاث الكثيرة في مجال السكيورتي درجات التشفير صارت معقدة للغاية، ويصعب جدا نفك الشفرات. تمام، وهذه يعني عمليات التشفير تمر عبر عدة مراحل، ويمكن بعد شوية إن شاء الله راح نتكلم عن الـ PKI، ونتكلم عن قضايا مثل التوقيع الإلكتروني. زين، two methods of encryption، اكو نوعين من الـ encryptions، راح نشوفهم شنو هما. two methods of encrypting network traffic on the web are SSL and HTTP. الأول يسمونه secure socket layer SSL، تمام، and its successor transport layer security اللي هو TSL. TLS enable client and server computers to manage encryption and decryption activities as they communicate with each other. يعني اكو عندنا مثل ما قلنا احنا اكو بروتوكول او عقليه كلاينت سيرفر دائما على الانترنت، اكو طرف يطلب الخدمه، اكو طرف الخدمه موجوده عنده يوفرها للطرف الثاني، احنا نسميه سيرفر. اذا كلاينت مع سيرفر. في عمليه الانكريبشن تصير عمليه التشفير من البدايه لاي جهاز، الى الكلاينت مثلا اذا بيطلب يبدي يشفر ويرفع الطلب على النت، طبعا عن طريق الباكتس لا تنسون، يرفع عن طريق النت ويوصل الى الطرف الاخر المقابل اللي هو السيرفر. السيرفر بما انه عارف ان اكو شفرات جايت له، فيبدي ياخذها ويسوي لها اعاده التفكيك، تمام، يعيد فك الشفره بحيث تصير مقروءة له، ولما يبي يستجيب يسوي نفس العملية، يبدي في عملية التشفير ويبعثها مرة ثانية حق الكلاينت. فهناك اكو اكثر من طريقة تبعا لدرجة التعقيد. الـ SHTTP is another protocol used for encrypting data flowing over the internet but it is limited to individual messages. واضح، اذا احنا قاعدين نتكلم عن الـ SHTTP، هي لما تصير عملية الشفرة بس فقط بين طرفين مو كمنظمات، واضح، فتكون عادة الـ Security عندها درجة. Two methods of encryption are symmetric key encryption and public key encryption. شوف بنشوف شنو هذول، شنو يعني الـ symmetric، شنو يعني الـ public، راح نشوفهم إن شاء الله الحين. Symmetric key encryption, the sender and receiver establish a secure internet session by creating a simple single encryption key and sending it to the receiver. So both the sender and receiver share the same key. في حالة symmetric key encryption, السيرفر مع الكلاينت اثنيناتهم يكون عندهم نفس الكي، الكي اللي هو البرنامج اللي يقدر يقرأ أو يشفر المسجات الرسائل، فالرسالة إذا بتطلع من A to B تتشفر، نفس الكي موجود عند A هو نفسه موجود عند B عند السيرفر مثلا أو عند الكلاينت، فلما توصل الرسالة مشفرة بنفس البرنامج بنفس الكي يبدي الطرف الآخر يفك الشفرة بحيث إنه يصير مقروءة بالنسبة له. The strength of the encryption key is measured by its bit length. هذا اللي احنا قلنا درجة التعقيد في bit length.
Today, a typical key will be 56 to 256-bit long string of 128 binary digits. إذن عدد البيتس اللي المستخدمة في الانكريبشن تختلف من حجم إلى حجم. كل ما كبر الحجم كل ما كان درجة التعقيد أكثر، بدون ما نروح في تفاصيل شنو معنات هذا الأمر، تمام؟ ولكن درجات التعقيد عندنا تكون عالية جدا. The problem with all symmetric encryption اللي هو نفس الكي يكون عند السيرفر وعند الكلاينت encryption schemes is that the key itself must be shared somewhat among the sender and receivers, which exposes the key to outsiders who might just be able to intercept and decrypt the key. المخاطر اللي واردة في موضوع السيمتريك انكريبشن ان السندر لما اللي بيطرش حق الريسيفر الكي قبل لا يبلشون اللغة او التخاطب، لما اللي بيعطيه الكي، لان هذا الكي هو اللي راح يستخدم من قبل الطرفين، فهو اي طرف يبي يرسل رساله راح هذا الكي يشفر ونبعثه على النت، الطرف الثاني عنده نفس الكي راح يعيد فتح الشفره. العكس ايضا صحيح، المخاطره ان لما نبعث الكي حق الطرف الاخر احتمال ان هذا الكي يسرق في الطريق، تمام؟ فاحتمال يكون في هاكر بالمنتصف بين الطرفين يقدر يوصل الى موضوع الكي، وبالتالي يستطيع أن يفك شفرة الرسائل المتبادلة بين الطرفين. فهذه هي المخاطر اللي يعاني منها السيمتريك. راح نشوفه أن في النوع الثاني لا، الموضوع شوية مختلف وراح تكون العملية صعبة. A more secure form of encryption called public key encryption. لاحظوا الpublic key encryption الموضوع هناك لا محلول، راح نشوفه شلون. Uses two keys. إذن أنا عندي two keys في موضوع public. One shared or public and one totally private. إذن أنا عندي two types of keys. عندي key اللي هو public، هذا اللي أنا أقدر أطرش على النت. فإذا أنا عندي الكي، أنا صاحب الكي، أنا أبعث public key حق الناس اللي راح أسوي معهم أي معاملة. ليش؟ راح أشوفون ليش. لأن أكو public key اللي موجود عند الآخرين عكس موجود عندي أنا فقط نسخة واحدة اللي هو البرايفت كي. البرايفت كي اللي انا امتلكه فقط، هذا اللي انا امتلكه لا يمكن لاحد اخر ان يمتلكه، وهو هذا اللي يفتح لي الشفرات. راح نشوف الحين شلون. لاحظوا الحين شنو اللي قاعد يصير. هذه الرسمه انا عندي سندر، وبعدين السندر يمر عبر برنامج اللي احنا نسميه الكي، يسوي له انكريبشن، يشفر المسج هذا وهو طالع راح يكون encrypted. المسج هذا ما راح يمكن احد يقدر يشوفه. قبل لا يوصل عندنا احنا هني لازم يمر عبر شنو؟ عبر موضوع اللي هو البرايفت كي. البرايفت كي هو فقط اللي يقدر يفتح الشفره. فالريسيبينت الشخص اللي او الطرف او الجهه او الشركه اللي عندها اللي تبي تستلم هي فقط عندها القدره انها تسوي عمليه فتح لهذه الشفره. وبالتالي إذا هذه النسخة موجودة عند أحد آخر طبعا هو الوحيد اللي يقدر يشوف. لهذا السبب الكي البرايفت كي غالبا يكون نسخة وحيدة، ولا يمكن لأحد يمتلك هذا إلا الشركة نفسها أو شخص آخر أو طرف آخر. وإذا ضاع هذا الكي لا يمكن إعادة برمجة هذا الكي. بمعنى شركات السكيورتي لما تسوي لنا قواعد البيانات تسوي لنا البابليك كي والبرايفت كي، تسوي البابليك كي قابل لإعادة النشر أو إعادة الطبع مثلا، لكن في حالة البرايفت كي أبد، نسخة واحدة انضاع خلاص لازم ينقط ويستبدل البرنامج كله البابليك مع البرايفت من جديد. وبالتالي أي رسالة توصل محتاجة إلى البرايفت كي لا يمكن استرجاع هذه الرسالة بتاتا طالما ان هذا البرايفت كي ضاع مو موجود. طيب the keys are mathematically related so that the data encrypted with one key can be decrypted. هذا اللي قلنا. To send and receive messages, communicators first create separate pairs of private key
private and public keys. The public key is key in a directory and private key must be kept secret. هذا مهمة لازم يكون لأن هني المفتاح السري. The sender encrypts a message with a recipient's public key. تمام؟ السندر يبعث باستخدام الpublic key. الpublic key وظيفته انه فقط يشفر. إعادة فك التشفير فقط نسخة واحدة اللي هي من خلال الprivate. When receiving the message, the recipient uses his or her private key to decrypt it. Digital certificate DA. Data file used to establish the identity of users and electronic assets. طبعا هذا متعلق ايضا في الpublic والprivate. هي هذه شركات تحاول انها تتعرف شلون تقدر تتعرف على اليوزر بحيث انها تحط بيانات سريه تمام في برامج خاصه بحيث تنشئ ملف لكل يوزر يبي يتواصل مع المنظمة بحيث أن هذا الملف سري لضمان أمن وسلامة انتقال البيانات. كل يوزر ما عنده هذا الملف الأمني لا يمكن التواصل مع الشركة. CA verifies user's identity, stores information in CA server which generates encrypted digital certificate containing owner ID information and copy of owner's public key. واضح؟ فإذا لكل يوزر ينشأ له ملف سري ملف أمني ويستخدم لكي يستخدم من قبل السيرفر بحيث أن في حالة بعث الرسالة البابليك كي يعمل ويتم كشف والاطمئنان إلى سلامة هذا الملف وهذا اليوزر لنقل الرسالة. Public key infrastructure PKI use a public cryptography working with certificate authority widely used in e-commerce. من هذه الرسمة توضح لنا العلاقات ما بين الأطراف. أنا ما أدري قاعد أحاول إني أحرك الكاميرا أجيبها مني أو من هناك بس ما يصير. عموما ان شاء الله اتوقع احنا تقريبا خلصنا يا جماعه. ندي شوي المحاضرات والحلقات هذه الاخيره كانت شويه ثقيله بس السكيورتي طبيعته هو موضوع شويه معقد وثقيل. As companies increasingly rely on digital networks for revenue and operations, they need to take additional steps to ensure that their systems and applications are always available. اذا في موضوع الترانزاكشنز على الشبكه خصوصا الشركات اللي وظيفتها الرئيسيه هو هذه يعني تعتمد بشكل كلي على النت وعلى الاعمال اللي تتم عبر النت مثل حاليا احنا قاعدين نشوف بان شركات خصوصا طلبات وكرج شركات ديليفرو او اعتقد هذا الشيء هذا اسمه او هذه الشركه اسمها كذي تعتمد بشكل كلي على وجود النت والعمل مالها معتمد على النت ولهذا السبب لازم تكون تطمئن بأن السيرفرات اللي عندها تعمل باستمرار لأن بمجرد ما تتعطل تبدي الشركة لحظات الخسارة. In online transaction processing, transactions entered online are immediately processed by the computer. لما تصير عملية online transaction بمجرد ما أدخل العملية تبدي في العمل. Multitudinous changes to database reporting and requests of for information occur each instant. ليش؟ ليش إن نقول online processing على طول؟ بمعنى على طول في processors شغالة سواء database, net, نوع من الأنواع. فهني إحنا علشان نضمن أو لكي الشركات تضمن الاستمرارية في العمل على الأونلاين عندهم أكثر من سياسة. أو أكثر من تكنولوجيا وتقنية مستخدمة لغرض البقاء حياً ويعمل على النت اللي هي إيش؟ السياسة الأولى أو التقنية الأولى اسمها Fault Tolerant Computer Systems. شنو هذه؟ Fault Tolerant Computer Systems contain لاحظوا هذه نقطة مهمة تمام؟ contain شنو contains؟ contains redundant hardware software and power supply components that create an environment that provides continuous uninterrupted service. بمعنى الشركات عندها سيرفر الأصلي أيا كان موقعه أو مكانه هذا السيرفر الأصلي شبيه فيه تكون عندها في مواقع أخرى هذه الشركة
هذه السيرفرات أو هذه المعدات الموزعة في أماكن مختلفة، غرضها الرئيسي بأن لو حصل خلل وتعطل السيرفر الأصلي، السيرفر الذي يقوم بالعمليات هو الأساسي اللي عليه اللود، مباشرة تأخذ السيرفرات الأخرى محل السيرفر الأصلي للقيام وللاستمرارية، بحيث أن البزنس ما يتوقف. واضح؟ هذه الفكرة الرئيسية. Fault tolerant computers use special software routines or self-checking logic built into their circuitry to detect hardware failures and automatically switch to a backup device. واضح الكلام؟ يعني بروحه السيرفرات هذه، النظام هذا او الفولت توليرنت كمبيوتر سيستم بروحه يسوي عمليه تقييم ذاتي، بمجرد ما يشعر بان هناك عمل غير طبيعي، هناك خلل قاعد يحدث بشكل غير طبيعي، مباشره يتحول العمل الى، طبعا يعطي امر هذا كله اوتوماتيكي مو بشرة، يتحول العمل من الاعتماد على السيرفر الاول الى السيرفر الثاني البديل. Parts from these computers can be removed and repaired without disruption to the computer or downtime. يعني بعض الاجزاء لهذه الانظمه ممكن استبدالها او عمليات الصيانه ابديت سوفتويرز لها من غير ما يكون في خلل يحصل للعملية. واضح؟ راح نوقف هني، هذا تقريبا نهاية الموضوع. أظن إن شاء الله الحلقات القادمة راح تكون إيكامرس أخف شوية. مع السلامة.